أعزائي مشاهدي قناة الصحة والجمال، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج المجلة الطبية وعدد جديد لهذا اليوم. ولا في العدد النهاردة امرأة من كل 8 نساء تصاب بأمراض الغدة الدرقية. ضيف حلقتنا النهاردة اللي هيبقى معانا في فقراتنا المنوعة في المجلة الطبية الدكتور إبراهيم محمد الغنام، اخصائي انف واذن وحنجره. اهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا. اهلا بك. افتتاحيه العدد، طب الانف والاذن والحنجره هو تخصص الطب الذي يهتم بامراض وتشخيص وتجميل في بعض الاحيان المناطق الاكثر حساسيه واهميه لدى الانسان، اذ يعالج بذلك اكثر من 3 حواس من اجمالي 5 حواس. وتم ادراج الانف والاذن والحنجره ضمن اختصاص واحد في الطب لأنها متصلة معا بفتحات متعددة داخل الجمجمة، وعادة ما يكون الضرر الواقع على أحد هذه الأعضاء مؤثر على العضوين الآخرين بشكل ما. دكتور إبراهيم، اتفضل. الأنف والأذن والحنجرة، احنا قلنا ان هما مرتبطين مع بعض او ضمن اختصاص واحد لانهم بيشتركوا كل في فتحات، في حاجات بتأثر عليه. يعني انا مثلا لو عندي التهابات في الأنف ممكن تأثر على التهابات، تعمل لي التهابات في الاذن. نعم. التهابات الانف دي برضو ممكن تبدا الافرازات اللي نازله منها بتاثر على الحنجره. نعم. فلذلك كل الاعضاء هنا مشتركه مع بعضها ان هي كلها بتاثر مع بعض. نعم. شخصيه العدد النهارده اعزائنا المشاهدين عن ابن سينا. ابن سينا هو ابو الحسن علي، ابو علي الحسين بن عبد الله ابن الحسن ابن علي ابن سينا. يعتبر من اهم علماء الطب والفلسفه في العصور الوسطى. لقب بأبو الأطباء وأبو الطب الحديث، وله مؤلفات عديدة من الطب والفلسفة، من أهمها كتاب القانون في الطب، وهو أول من اكتشف مرض التهاب السحايا ومرض اليرقان. ولد في قرية أفشنة بالقرب من بخارى من آب من مدينة بلخ وأم قروية سنة 370 هجرية، وتوفي في همدان سنة 427. ابن سينا معروف بحاجات كتير جدا في التاريخ، سواء كانت الكتب بتاعته أو الوصفات اللي عملها، وأحد العلماء العرب والمسلمين الأوائل. موضوع العدد النهاردة امرأة من كل 8 نساء تصاب بأمراض الغدة الدرقية. رغم أن اضطرابات الغدة الدرقية تعد إحدى الحالات المرضية الشائعة جدا، فإنه لا يتم في معظم الأحيان تشخيصها بشكل سليم. ونقلت مجلة هي عن الجمعية الأمريكية للغدة الدرقية أن نحو 60% من الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المرتبطة بالغدة الدرقية يجهلون إصابتهم بها. وتشير الإحصائيات الصادرة عن الجمعية أيضا إلى أن النساء أكثر عرضة للإصابة بمشاكل الغدة الدرقية من الرجال بمعدل 5 إلى 8 أضعاف، وأن امرأة واحدة من بين كل 8 نساء ستصاب باضطرابات الغدة الدرقية خلال فترة حياتها. وكشفت التقديرات التي تم تداولها خلال معرض ومؤتمر طب الأذن والأنف والحنجرة الذي عقد في دبي منذ عامين تقريبا، أن نسبة المصابين بأمراض الغدة الدرقية في الشرق الأوسط تصل إلى ما يقرب من 5% من إجمالي سكان المنطقة. إشمعنى المرأة يعني اللي أكثر عرضة للإصابة يا دكتور بأمراض الغدة الدرقية؟ هو إجمالا يعني الغدة الدرقية دي ليها أمراض كتير. نعم. بتتنوع ما بين الالتهاب، ما بين الأورام، ما بين نقص أو زيادة الإفرازات بتاعة الغدة الدرقية. في مجمل الحاجات دي كلها المرأة بتتأثر أكتر. نعم. نظرا لهرمونات الحمل اللي بتفرز، نظرا لأن هي يعني تعصباتها والحياة النفسية ليها أصعب. نعم. شوية. نعم. بنلاحظ ده أن النسبة الأكبر بتصيب النساء. نعم. في كل معظم الحاجات دي كلها النساء هي اللي بتتأثر بشكل أقوى. ماشي. أعراضها إيه الغدة الدرقية؟ طبعا إحنا عندنا أول حاجة مكان طبعا مش دي. يعني مش هشيرها معاك إن إحنا محتاجين التبسيط قوي عشان الناس تبقى عارفاها، وإن كان لها مسمى شعبي كمان يا ريت برضه نبقى نذكر المسمى الشعبي بتاعها. الغدة الدرقية دي هي موجودة هنا في الرقبة بتاعتنا، في مقدمة الرقبة. ماشي. معظم الحاجات دي بتظهر لينا في الأول على هيئة تضخم، إن أنا بحس إن في حاجة هنا بتكبر في الحجم. الحجم بتاعها ده بيبدأ يأثر على حاجات كتير. معانا إحنا فيديو على الشاشة يا دكتور. اتفضل. اتفضل يا دكتور. استكمل ممكن يكون الحجم ده مصاحب ليه نقص او زياده في الافراز، اللي هي الجزء العلوي دي اللي فوق في ايوه اللي هي زي الفراشه اللي احنا اللي هي دي ايوه تمام.
دي الغده الدرقيه، دي احد الغدد الصماء اللي هي مسؤوله عن افراز هرمونات للجسم. الهرمونات دي بتاثر بشكل كبير قوي على الشهيه بتاعتنا وعلى الوزن بتاعنا وعلى الخمول او النشاط بتاعنا، تمام، حسب بقى هو بيزيد او بيقل. نعم. ايه التضخمات اللي فيها اللي جابوها في دي؟ بنسميها العقد. العقد دي بتظهر ممكن تكون واحده او اكتر من واحده. نعم. ماشي. في حاله ان هي تكون اكتر من واحده ده في الغالب بيكون الحل جراحي. نعم. سواء ده صاحبه زياده او افراز او ما صاحبوش الايه الزياده او الافراز في الهرمونات بتاعه الغده الدرقيه. لو عقده واحده بس دي طبعا لازم نتحرى الدقه فيها قوي وناخد منها عينه، نبدا نعمل الاشعاعات المطلوبه والتحاليل المطلوبه ليها. تمام. عشان نتاكد اذا كنا احنا محتاجين نشيل الغده او لا، اذا كان في اورام خبيثه او لا، لان ده ممكن يحتاج اكتر من مجرد الاستئصال. لان احنا ممكن نستأصل الغده كامله. ممكن يجي لها امراض اورام خبيثه يا دكتور؟ طبعا. وفي اورام كتير عفوا الله جميعا منها. امين ان شاء الله. فهي دي لازم يعني نتحرى فيها قوي، بالذات لما تبقى عقده واحده، ان احنا نبدا نعمل المسح الذري ليها، نبدا نعمل التحاليل المطلوبه لو احتاجنا ناخد عينه او لا. حتى في بعض الاحيان اثناء الجراحه نفسها بناخد منها عينه ونحللها واحنا موجودين في اثناء العمليه. نعم. عشان نتاكد ده ورم نوعه ايه، هل نشيل الغده كلها، وهل العيان هيحتاج لعلاج كيميائي او علاج اشعاعي بعد العمليه ولا لا. نعم. طب زي ما قلت يمكن عاوز ارجع لها تاني، هل هناك اسم شعبي ليه؟ يعني فاكر ممكن يكون هو اللي هو ابو اللطاخ زي ما كانوا بيقولوا لا عليه، ولا ده حاجه تانية؟ لا، ابو اللطيش او ابو اللكيم او ده المقصود بيه الغده النكفيه. نعم. مش الغده الدرقيه. الغده الدرقيه دي اللي هنا. لا، دي الغده النكفيه، دي غده لعابيه بيحصل فيها التضخم، ودي ساعات اللي هي بتخوف الناس برضو اكتر من الشكل المطلوب. نعم. اللي بيصاب بيها طلاب المدارس دي مشكلتها في العدوى. معانا برضو فيديو تاني بيتكلم عن نفس الموضوع، الغده الدرقيه. الوقايه دايما خير من العلاج. وقبل ما نروح على العلاجات، اشهر علاجات الغده الدرقيه، ايه اللي ممكن يقينا من ان ما يحصلش تضخم؟ هي اكتر حاجه شائعه على مر العصور ان احنا كان دايما بيكون عندنا نقص في عنصر اللي هو اليود. اليود ده في الاماكن البعيده عن الاماكن الساحليه اللي ما فيهاش ماكولات بحريه. نعم. ماشي. كنا بنلاحظ فيها زي الواحات مثلا، الواحات سيوه والاماكن دي كنا بنلاحظ فيها نسب اصابه عاليه جدا. نعم. بدأنا نتدارك الموضوع ده بإيه؟ إن إحنا بنحط اليود ده في ملح الطعام. ملح الطعام زمان ما كانش بيكون فيه يود، دلوقتي بقينا إيه؟ فيه اليود. فده يعني أصبح إن في علاج بيسموه ضربة استباقية للمرض. لكل الناس. ده بس ده بيقينا في حالات معينة، مش في كل الحالات. بس دي برضو الأكثر شيوعاً. نعم. يعني إحنا بنقي الناس بدل ما يبقى عندي مجتمع كامل فيه نسبة إصابة عالية جداً، لا، أنا لما بديله اليود ده في الملح او بننصحه ان هو بياكل المأكولات البحريه بشكل مش لازم يعني كل اسبوع ولا كل، لا، بس ياكل مأكولات بحريه جايه من ايه؟ من البحر، مش المياه العذبه، لا، المياه الملح. فايد بقى الاسماك، الجمبري، الحاجات دي كلها بيبقى فيها نسبه يود عاليه. متاح لو دكتور الجمبري نعمل ايه؟ لا اعتقد دلوقتي مع التنقلات والحاجات دي كلها ما احنا حلينا بقى المشكله بالملح مبدئيا. نعم. دي حاجه بقى اللي احنا بنكمل بيها. طب العلاجات المعروفه للغده الدرقيه؟ العلاجات اول حاجه احنا بنصنف ده، بس الاول احنا نمشي على علاج ميديكال، يعني علاج دوائي او علاج جراحي. نعم. ماشي. بالنسبه للعلاج الدوائي، هل الغده في نقص في الافراز بتاعها ولا في زياده؟ لان انا لو نقص انا هبدا اعوض ده بالهرمون، بحل العيان مشكلته ان انت الغده دي ما بتفرزش الهرمون بتاعها، هبدا اعوضه ان انا اديله الهرمون ده في هيئه راس هياخدها، بياخد الحبايه بتاعته كل يوم بالنسبه للمتاحه ليه اللي بتظبط له الايه الهرمون في جسمه. طيب لو في زياده بنبدا بقى ناخد يا اما حاجات تهبط الافرازات دي، او ان هي تبدا تموت اغشيه في الغده. ساعات نديها اليود المشع. اليود المشع ده بيموت لي جزء من الايه من الخلايا اللي هي بتفرز الهرمون بشكل كبير، وتبدا الايه النسبه تنتظم تاني. فشلنا في ده بنبدا بقى ننتقل للحل الجراحي، او لو المشكلة من الأساس اللي هي زي العقد المتعددة اللي في الغدة أو الأورام الخبيثة اللي فيها، ده بيكون حل جراحي في الغالب. طب هل زيادة الوزن أو نقصانه ده أحد أعراض؟ طبعا. نعم. احنا الغدة لما بيزيد الإفراز بتاعها تلاقي المريض شره في الأكل جدا، ومع ذلك بيخس. يقعد معانا في جو زي شره قوي. وبيخس ما بيزيدش. ماشي. يعني مش هنقوله متوقف، لا، ده بيخس. لا، كمان لا، ده بياكل كتير ومع ذلك بيخس. تمام. ويبدا الاطراف بتاعته يحصل فيها زي رعشه، يبقى عصبي جدا، بيحس بالحر بشكل غريب. يعني مثلا في جو زي اللي احنا البرد اللي احنا فيه ده، واحنا ممكن نبقى قاعدين متدفيين ولابسين هدوم كتير جدا، هو لا، ده حاسس ان انا حران.
يعني متضايق اكتر. على العكس لو الهرمونات ناقصه بنلاقي في خمول شديد، ماشي، في وإرهاق بقى. ايوه مش قادر يتحرك، في بينام فترات طويله، مش عارف يروح شغله بشكل كويس، النشاط المعتاد بتاعه بيفقده، زائد زياده في الوزن. والشعر، ايه والشعر، الشعر ممكن يحصل تساقط في الشعر، تساقط الشعر. ممكن يحصل تساقط في طب الشعر. هل بيرجع تاني بعد معالجة الغدة الدرقية ولا؟ في الغالب احنا ممكن يعني نعالج قبل ما نوصل للمرحله دي. يعني احنا دلوقتي الناس بدات تلاحظ، يعني في ثقافه طبيه دلوقتي نعم. مش زي زمان. يعني زمان كان ممكن المريض بيوصل للمراحل النهائيه للمرض، لا احنا دلوقتي مش بنوصل بناخدها في المراحل ايوه يعني البدائية، احنا المفروض ان احنا في الكشف مجتمع، المبكر زي ما بيقولوا. ايوه في المجتمع بدا يلاحظ، بدا يشتكي بسرعه، يوصل للدكتور بسرعه، الدكتور يشخص بشكل اسرع، فما نوصلش للمراحل اللي هي الايه الشديده المتأخرة. او المتاخره. النهارده أعزائنا المشاهدين في المجلة الطبية على قناة الصحة والجمال، أول أخبار تناول المضادات الحيوية لعلاج الأنفلونزا خطأ شائع. ده لازم أكرره تاني، تناول المضادات الحيوية لعلاج الأنفلونزا خطأ شائع. يساهم انخفاض درجات حرارة الجو وبرودة الطقس في زيادة فرص الإصابة بأدوار البرد والأنفلونزا نتيجة زيادة نشاط البكتيريا والميكروبات، مما يضطر بعض الأشخاص للجوء لتناول بعض الأدوية مثل المضادات الحيوية، وذلك أمر خاطئ. حول ذلك يقول الدكتور فادي سمير لوقا استشاري الأمراض الأنف والأذن والحنجرة أن الأنفلونزا عبارة عن مرض فيروسي يحدث نتيجة التعرض للإصابة ببعض البكتيريا والفيروسات الملوثة للهواء، مما يتسبب في حدوث مشاكل صحية عديدة للشخص. كما تتميز الأنفلونزا بأنها أحد الأمراض التي لها أنواع كثيرة. إيه يا دكتور؟ احنا عندنا في المضاد المجتمع الحيوي بتاعنا ممكن طبعا يسبب أزمة وده خطأ شائع احنا طبعا بنرتكبه؟ احنا عندنا في ثقافة ان المضاد الحيوي ده هو الحل لكل حاجة. نعم. كل ما الام الولد الاستسهال. يبدأ يحصل ارتفاع في درجة الحرارة نجري على طول نجيب المضاد الحيوي اللي عندنا في البيت او في الصيدلية ونبدأ نديله المضاد الحيوي. نعم. هنا المشكلة فين؟ المشكلة ان المرض ده مرض فيروسي في الغالب. يعني انا اللي بيصيبني فيروس، المضاد الحيوي ده مش هيشتغل على الفيروس ده، مش هيموته لان هو مش كائن حي. ماشي، اسمه التاني مضاد حيوي، ده بيقتل البكتيريا، البكتيريا دي هي لسه مش موجودة، فبالتالي احنا بناخد حاجة بلا قيمة، زائد ان هي بتموت يعني الميكروبات اللي هي الطبيعية النورمال فلورا اللي موجودة في الفم بتاعنا في الأنف بتاعتنا، وبندي الفرصة كاملة للفيروس انه هي يعني يتوغل بقى لوحده، مفيش حد بيشاركه بقى. النقطة التانية ان احنا بنقلل المناعة بتاعتنا، احنا المفروض بندي المضادات الحيوية دي بحساب لما يكون في عندي بكتيريا معينة، ايوه بنديها ليها بتموتها، بنبدأ نحسن المناعة بتاعتها. نعم. في هنا المريض لما بياخد المضاد الحيوي وما بيستفيدش منه، ده فيروس الانفلونزا دكتور معانا؟ ده بالشكل الغريب ده. هي الفيروسات دي مش كائنات حية، يعني ده عبارة عن دي ان ايه وكبسولة وحاجات، يعني ايه مش المضاد الحيوي مش هيشتغل عليها اساسا. هي الحالة الوحيدة اللي احنا بناخد فيها المضاد الحيوي لو حصل يعني اللي احنا بنسميه سكندري بكتيريال انفكشن، اللي هي التهاب ثانوي بالبكتيريا، يعني انا عندي برد وحصل تاني ان في بكتيريا كمان جت، هنا بيبدا الاعراض تختلف شويه، بيبدا لون الافرازات بيبدا يتغير، الحراره بتبدا الافرازات المخاطيه. ايوه في البرد بتبقى افرازات شبه الميه سائله خالص. تمام ماشي. لما تمام. يبدا يحصل التهاب ثانوي بكتيري، لا الافرازات دي بتبدا تتلون، نلاقي بقى الافرازات بدات تبقى اتقل، اللون بقى يبقى مصفر مخضر. طبعا عايز اوضح حدد لهم يا دكتور، هي أيوة. بتبقى درجه الاول بابيض، ايوه بعد كده زي ممكن الميه يبقى شفافه زي الميه، وزكام نعم. خفيف، حراره بسيطه. في الحالات دي بناخد الحاجات مسكنات، حاجات منخفضات الحراره. منخفضات الحراره ماشي، بنبدا ناخد حاجات تهدي لي الارتشاح اللي بيحصل او الزكام انسداد الانف اللي بيحصل. ده بيبقى كافي تماما مع الراحه مع السوائل الدافئه، بتاخد الوقت بتاع الفيروس بتاعنا اللي هو غالبا في الثلاث ايام وبيبدا المريض يتحسن. لو حصل التهاب بكتيري مش هيتحسن، لو حصل التهاب بكتيري ثانوي ده المرحله اللي احنا بنحتاج فيها المضاد الحيوي. اعزائنا المشاهدين، حالا وصلنا سؤال الحلقه، أرجو تشاركونه معانا، أرقامنا على الشاشة وصفحة الفيسبوك قناة الصحة والجمال. هل تلجأ عزيزي المشاهد للمضادات الحيوية باستمرار عند إصابتك بأحد أدوار البرد؟ مرة تانية يعني بكل بساطة، بتلجأهم لاستخدام المضاد الحيوي لمعالجة أدوار البرد؟
اعتقد يعني احنا قلنا من شويه ان ده خطا شائع، ركزوا معانا اعزائنا المشاهدين. خبرنا الثاني النهارده في المجله الطبيه، الملاحه الجراحيه لعلاج فطريات الجيوب الانفيه. والله انا عندي نفس جيوب انفيه اساسا. تعتبر فطريات الحبوب الانفيه التحسسيه من الامراض المزمنه الحديثه التي لم يمضي على اكتشافها ووصفها اكثر من 30 عاما. فكيف يمكن الاحتراز منها ومتابعتها والحد من انتشارها والسيطره عليها؟ الدكتور اسامه مرغلاني استاذ طب امراض الانف والاذن والحنجره بمستشفى المركز الطبي الدولي بجده بيقول لنا ان خطوره هذه الفطريات تكمن في انها تسبب لحميات كبيره، كما تسبب تاكل العظام المحيطه بالجيوب الانفيه مثل عظام العيون والدماغ. فلو رجعنا الى عمل الجيوب الانفيه نجد انها تعمل كمرشحات لتنقيه الهواء من الملوثات الموجوده في الجو مثل البكتيريا والفطريات، وان الفطريات تعيش في الاماكن المغلقه الرطبه. جيوب الانفيه يا دكتور يعني صداع مزمن في معظم الكثيرين في مصر. هو طبعا ده العوامل الجو الكتيره. نعم. ماشي. بس احنا طبعا الحمد لله يعني ربنا كرمنا بصيحه كبيره قوي اللي هي مناظير الجيوب الانفيه. مناظير الجيوب الانفيه. وطبعا تبعها بقى اللي هو الايه؟ الملاحه الجراحيه. نعم. احنا واحنا بنشتغل في الجيوب الانفيه احنا بنشتغل زي ما نقول احنا في شقه ابوابها مغلقه. نعم. بنفتح، لازم نكون عارفين يعني الجراح اللي بيشتغل لازم يكون عنده معرفه جيده جدا بالشكل التشريحي بتاع الجيوب الانفيه وباختلافاتها من شخص لاخر، لازم يدرس الاشعه اللي عاملها قبل الجراحه كويس جدا. في بعض الحالات احنا بنحتاج حاجه تساعدنا اكتر من ده كمان اللي هو جهاز الملاحه الجراحيه. الجهاز ده بيوريني وانا شغال ان انا قربت من منطقه خطر. يعني انا بشتغل على مثلا ورم في قاع الجمجمه، ماشي، بستقصي الغده النخاميه. إيه لما ببقى شغال بالمنظار بس انا بشوف الجزء اللي انا شايفه بس بالكاميرا. لكن ده بيديني البعد اللي ورايا، انت هنا هتقرب من الجزء الفلاني، خلي بالك ان خلي بالك ايوه انت كده هتضرب الحاجه الفلانيه دي، هتضرب شريان، هتدخل على المخ. نعم. هتدخل على العين، لان احنا بنشتغل جنب اجزاء حساسه جدا في الجسم. يعني انا داخل بالاتي مش بشتغل في حاجه سطحيه، ده انا ممكن لا قدر الله ان المريض ده لو انا مش واخد احتياطاتي كويسه جدا اذيه في عينه، اذيه في المخ، بعمل مضاعفات شديده جدا. نعم. الجهاز ده بيوفر لنا حمايه الى حد ما كبيره جدا ان انا ما اعملش اي خطا من ده. وده بصراحه ادانا صيحه كبيره جدا في الجراحات دي. نعم. ان خلانا نتطور بس مش مجرد الجيوب الانفيه، لا انا بشتغل دلوقتي على قاع الجمجمه، بشتغل في حاجات في المخ. معذره سيدي، معنا اتصال من الو. السلام عليكم. السلام عليكم يا حاجه سنيه. السلام ورحمه الله وبركاته. مرينا. لو سمحت عايز اكلم الدكتور. اتفضلي اتفضلي. النبي يا دكتور، انا عندي الغده الافراز بتاعها عالي. ايوه. عملت التحاليل بتاعتها. وده مأثر على التبويض. ايوه دي احد المشاكل فعلا الغده الدرقيه. علاج لو سمحت. طيب احنا لازم الاول نعمل التحاليل بتاعتنا، ولازم نبدا فورا في العلاج ان احنا نقلل الافرازات بتاعه الغده الدرقيه، لان في معظم الستات اللي بتعمل فيها مشكله بالنسبه للغده الدرقيه بيكون في صعوبه في ان احنا يحصل حمل. نعم. نظرا ان هو بيحصل لخبطه بقى في الهرمونات او كده، او ممكن بعد الحمل ما يحصل اجهاض. نعم. لازم نعالج الغده الاول، يعني ده الخط الاول للعلاج، علاجنا الغده. بنقدر بعد كده المبيض يبدا ينتظم في الافرازات بتاع في التبويض. نعم. بيبدا بعد كده ان شاء الله يكون ايه في فرصه كبيره انه يحصل حمل ان شاء الله. الجيوب الانفيه يا دكتور، يعني انا عندي جيوب انفيه بيجي لي دايما الصداع في المنطقه دي. اللي هي منطقه اعلى العين مباشره اليسرى. كتير بشوفهم بيعانوا من نفس دايما بنعتمد على المسكنات. لا، المسكنات في حد ذاتها مش كفايه. نعم. لان احنا هنا بتبقى في مشكله عندنا ان لو حصل انسداد في الفتحات بتاعه الجيوب الانفيه بيحصل اختلال في التهويه بتاعتها. يعني انا الجيوب الانفيه دي ربنا تؤدي الى فقد الاتزان فبالتالي اغماءات. لا لا، ما يوصلش لكده. نعم. ماشي. لكن هو في الغالب العرض الكبير هو الانسداد بتاع الانف او الصداع اللي بيحصل في المنطقه المجاوره للانف على العين، حسب بقى مكان الجيب الانفي اللي بيحصل.
بتلاقي المريض مثلا هو بيصلي بيبدا يوطي، يبدا الصداع يزيد، ماشي. بنبدا الاول نشوفه كفحص اكلينيكي الاول، هل في حساسيه، هل في التهابات، هل تكون لحميات في الانف. في بعض المراحل بنحتاج ان احنا ناخد نعمل اشعه مقطعيه على الانف. طب وامتى بنعمل الجراحه دكتور؟ في حالات الالتهابات المزمنه، في حالات تكون فيلم دلوقتي على العمليات الجراحيه برضو. اتفضل يا دكتور. لا دي احنا نزلنا كده رجعنا للغده الدرقيه تاني. يبقى عشان الموضوع بتاع السكسينيه اللي من شويه يعني. طب نعلق لهم يا دكتور على الجراحه. احنا طبعا الجراحه دي احنا بنعمل استئصال للغده الدرقيه، سواء استئصال كلي او استئصال جزئي. بنهتم طبعا بحاجات معينه مهمه جدا في الجراحه دي، ان ما يحصلش اصابه للاعصاب المجاوره للغده، لان دي ممكن تاثر لي على التنفس او تاثر لي على الكلام. بيفتح فعلا، بتفتحها يا دكتور المنطقه بتاعه القصبه الهوائيه من لا فوق؟ لا احنا بنفتح فوق القصبه الهوائيه، فوق القصبه الهوائيه يعني، هي او حواليها. ايوه حواليها. نعم. ما بندخلش على القصبه الهوائيه، ما بنشيلش بالشكل ده يعني. هو هنا الفيديو ده يعني في جزء من ان احنا بنعمل تراكيوستومي، او ان احنا نوصل للغده. في الحالات العاديه ما بنوصلش ده خالص يعني. احنا بس بنعمل استئصال. شكلها كده عمليه الحاله متاخره مثلا؟ لا ده غالبا استئصال كلي للحنجره. يعني الفيديو هنا بيوصف لنا ان احنا بنعمل استئصال كلي للحنجره، ده في حالات اورام بقى السرطانات بتاعه الاحبال الصوتيه والحنجره وكده. لكن في الحالات العاديه بتاعه الغده الدرقيه احنا بنشيل الغده بس، او ممكن يكون استئصال جزئي ليها. نعم. ماشي. نعم. حتى ساعات بنحافظ اكتر على الغده الجار درقيه، اللي هي الجار درقيه، الدرقيه اللي هي خلف الغده الدرقيه. نعم. لان دي طبعا بتبقى ليها دور مهم قوي في العظام وفي الكالسيوم عموما يعني. الحالات دي اللي بنلجا لها بقى ان احنا نشيل بقى القصبه الهوائيه. الفيديو اللي احنا شفناه ده في حالات الاورام السرطانيه للحنجره. نعوذ بالله. لو احنا قلنا غده الدرقيه كموضوع اساسي لينا النهارده في مجلتنا المجله الطبيه، لو وصفنا في جمل سريعه وعاجله لست البيت المصريه عشان نقي اطفالنا، نقي شبابنا، نقي الاسره بالكامل من الوصول للمرحله المتاخره، يعني خاصه في الاقاليم زي بحر والصعيد، بعيد عن المدينه، يعني ما عندوش تقنيه المعلومات المتوفره طول الوقت. طيب احنا اول حاجه بنلاحظ الحجم بتاعها، يعني نشوف الاعراض اللي بتحصل للمريض. الحجم بتاعنا بيبدا يحصل زي تضخم هنا في اسفل الرقبه في المنتصف. ماشي. ممكن يكون واخد الغده كلها او واخد جزء ناحيه منها بس. نعم. احنا بنقول في الفلاحين كده يقولوا عليها اللغد هنا كبير مثلا. لا اللي هي يعتبر اللي احنا بنوصفه بقى اللغد ده اللي هو تحت اللغد، اللي تحت تفاحه ادم، يعني عشان نفرق ما بين الورم بتاع اللوز مثلا حوالين تفاحه ادم. هو في الغالب المريض مش هيفرق قوي. واحنا حتى ساعات بنحتاج نعمل الاشعه على طول. تمام. السونار على الرقبه بيورينا اللي هي برضه معانا فيديو تاني. ايوه ده الفيديو طبعا للحميات الجيوب الانفيه. استئصال ده المنظار الجراحي. ودي حاجه بنسميها الشيفر، ان احنا بناخد اللحميات دي بناكلها كلها. لو موجود طبعا جهاز الملاحه الجراحيه بيبقى مدينا بقى صوره اكتر كمان، ان هو بيديني شكل العظم، بيرسم لي العظم وانت قريب من ايه وبعيد عن ايه. نعم. طيب بالنسبه للوقايه طبعا من الغده الدرقيه، زي ما قلنا ان احنا بنوفر اليود في ملح الطعام، دي حاجه الدوله هي اللي بتعملها خلاص، ده متوفر خلاص. ده كويس. تمام. بنحرص ان احنا ناكل ماكولات بحريه من البحر المالح مش من المياه العذبه. نبدا بعد كده نشوف الاعراض. لو حصل زي ما قلنا زياده او افراز، بنشوف بقى الاعراض بتاعتها. الشخص بيخس خسان شديد مع شهيه كبيره للاكل، جحوظ في العين، تورم في الرقبه، يبدا يحصل رعشه في الايد، عصبيه شديده، مش طايق حد، مش مستحمل اي حاجه غير طبيعته العاديه. بنبدا ساعتها نبدا نعمل على طول التحاليل بتاعتها، اللي هي هرمونات الغده النخاميه اللي هو تي اس اتش والفري دي 3 وتي 4 على الاقل خالص، بيبدا يوجهنا ان احنا نشوف المشكله فين. ممكن نحتاج طبعا سونار على الرقبه في الاول، حسب بقى كل حاله بقى بنبدا ايه نتدرج معاها، مين اللي هناخد منه عينه اللي هي الفاين نيدل اسبيريشن، او ان احنا نحتاج نعمل اشعه مقطعيه عليها، او ان احنا نحتاج في الاخر للجراحه. ماشي. في نهايه حلقتنا النهارده من المجله الطبيه بنشكر الدكتور ابراهيم محمد الغنام، استشاري اخصائي ان شاء الله، استشاري ان شاء الله كمان. ان شاء الله اخصائي الانف والاذن والحنجره. شرفتنا دكتور. شرفت. اعزائي المشاهدين، الغده الدرقيه، الجيوب الانفيه،
لازم نحط خطوط حمراء تحتيها كتير جدا، خاصه في التقلبات الجويه اللي احنا فيها. النهارده نتمنى ان يكون عددنا الجديد من المجله الطبيه كان عددا مشوقا. طيب الله اوقاتكم، كان معكم علي الفيل.